السادة المسافرين عبر الخطوط الملكية، نود أعلامكم بأننا الآن نحلق فوق الأراضي الفلسطينية. لكل مشتاق لمدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تستطيعون الآن رؤيتها من يسار النافذة. تستطيعون رؤية المسجد الأقصى وقبة الصخرة بلونها الذهبي والحرم القدسي الشريف. قطار الطائرة ستمر فوق مدينة بيت لحم، مهدي المسيح إلى رام الله، وصولا للأقصى الشمال من مدينة طول كرم وجنين حتى حيفا وعكا، وصولا إلى شواطئ وسواحل البحر الأبيض المتوسط. مدة الرحلة ساعتين، وصولا إلى الوجهة النهائية إلى مطار فرانكفورت الدولي. نتمنى لكم رحلة آمنة للجميع إن شاء الله.